غندوزي استلم حلو قوي الجبهه اليمنى بالنسبه لصالح نادي لاتساري. هذه الكره لحيت اللاعب لاتساري يا ولد لعيب حلو قوي ممتازه ممتازه العرضيه خطيره هدف اول جميل جول الهدف الاول لصالح نادي لاتسيو عن طريق بيدرو 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 يسجل بدري يسجل بدري بيدرو اذا يسجل اول هدف اللقاء لصالح فريق نادي لاتسيو هدف جميل جدا هدف جميل جدا جدا يسجل بيدرو اول اهداف في المباراه وادي هنشوف حكم المباراه فيدريكو ديونيسي شوف الكره شوف الجمله شوف اللحظه شوف هنا التاخر الكتير مفيش فيها اي حاجه مفيش فيها اي حاجه هدف 100 100 والعرضيه حلوه والتحرك جميل وثلاث لعيبه الاربعه اللي في الخط الخلفي اتضربوا والوان تاتش حلو قوي لكن شوف التحرك والترانزيشن بدون كره بالنسبه لبيدرو حلوه 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 حاطط كره جميله جدا جدا لصالح نادي لاتسيو اذا يتقدم نادي لاتسيو بهدف حلو جدا وكمان من جوه اقدام حارس المرمى ليعلن عن اول اهداف المباراه هدف حقيقي مشروع شرعا وقانونا و100 100